السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا عن الكارت الأول واتكلمنا عن الثلاث أنواع اللي موجودين عندنا اللي هو الستور فرونت، الاكستيريو جليزنج، الكارت الأول اللي هو النوع العادي الموجود عندي. واتكلمنا عن خصائص الكارت الأول، ازاي ان احنا نقدر نقسم الفيرتيكال جريد او الهوريزونتال جريد عن طريق الفيكسد ديستانس او عن طريق الفيكسد نمبر او عن طريق الماكسيموم سبيسينج او عن طريق المينيموم سبيسينج. النهارده هنتعلم مع بعض حاجه جديده، تعالوا نشوف ايه هي. اول حاجه الشيت الموجود قدامي ده، انا قلت لك من شويه ان الفريم او الاوت لاين اللي بره ده اسمه بوردر. اسمه ايه؟ بوردر. بوردر 1 لو انا ابتديت من هنا، بوردر 2 لو انا ابتديت من هنا، بوردر 1 في الهوريزونتال لان ده البيز بتاعي، وبوردر 2 لان ده الايه؟ التوب بتاعي. اللي جوه قلت لك ان دي اسمها موليون. الجزء اللي في النص، البانل اللي موجوده جوه دي اسمها ايه؟ اللي انا عامل عليها السيلكت اسمها كيرتن بانل. اسمها ايه؟ كيرتن بانل. اللي جوه ده الريفت بيعتبره كله حاجه اسمها انتيريور تايب. انتيريور ايه؟ تايب. طيب انا عرفت الكلام ده منين؟ انا زيك، انا لو جيت عملت سيلكت دلوقتي على الكيرتن وول اللي موجوده قدامي دي بالشكل ده كده، فتحت الايديت تايب، نعمل سيلكت تاني عشان احنا ما كناش عاملين سيلكت اهو، ونفتح الايديت تايب، انزل تحت هتلاقي في عندك فيرتيكال موليون وهوريزونتال موليون. بيقول لك ان اللي جوه ده انتيريور تايب في الفيرتيكال وفي الهوريزونتال. في عندك بوردر 1 تايب، بوردر 2 تايب في الفيرتيكال، وفي نفس الكلام بوردر 1 تايب وبوردر 2 تايب في الايه؟ في الهوريزونتال. لو انا جيت على الانتيريور تايب اللي موجوده عندي، تلاقي في عندي هنا ريكتانجولر موليون يقول لي ان دي 50 في 150. انا ممكن اقول له من هنا خلي لي دي سيركولر موليون اللي هي 25، وممكن اجي اقول له من هنا خلي لي دي سيركولر موليون اللي هي 50 مثلا مليمتر. هقول له من هنا اوكي، ونبتدي ان احنا نشوف كده المنظر ده. هتلاقي فعلا ال 50 اللي انا عملتها موجوده قدامي اهي، وال 25 اللي انا اخترتها موجوده قدامي بالشكل ده. اذا هو غير لي شكل الموليون اللي جوه. على فكره هنبقى نعمل فيديو تاني نتكلم فيه ازاي تقدر تكريت الموليون دي بالتفصيل ان شاء الله. طيب ايه تاني موجود عندك؟ لو انا جيت عملت سيلكت تاني وفتحت الايديت تايب، جيت مثلا اكتفيت بالبوردر 2 تايب بتاعي، خليت مثلا الفي كورنر، وجيت هنا رحت جاي مخلي دي مثلا ال كورنر مثلا، ورحت جاي قايل له مثلا من هنا اوكي. تعال نشوف الفي كورنر وال كورنر اللي هيحصل معايا. لو انا جبت 3 دي فيو وابتديت ان انا ابص كده الاول، هلاقي فعلا اهو الشيب موجود عندك اهو، ده الفي موليون بتاعك. ال ال موليون هتلاقيه موجود عندك بالشكل اللي انت شايفه ده. هتقول لي اللي انت عملته ده بوظ لي الكيرتن وول اصلا يا باشمهندس. هقول لك هو كل حاجه بيبقى ليها استخدام، انا بس بوضح لك ايه الفكره نفسها هتبقى ماشيه ازاي. انا عن نفسي هرجع كنترول زد اهو بالشكل ده، وهرجعه بوضعه الطبيعي عادي زي ما كان. لكن تعالوا بقى نشوف ازاي هنقدر نطبق الكلام ده على حاجه تانية موجوده عندي. ازاي؟ لو انا جيت رحت جاي فتح ليفل 1 وقلت له من هنا ديليت ده، وقلت له قول، وفتحت من هنا الستور فرونت، هنفتح الايديت تايب قبل ما نرسم، هنخلي ده فيكسد نمبر ودي فيكسد نمبر برضو عندي بالشكل اللي انت شايفه ده، وهبتدي ارسم حاجه عندي مثلا بالطريقه دي اهو. شايف المنظر؟ انا رسمتهم وكانوا متصلين ببعض. شايف هنا الكونكشن عامل ازاي؟ الكونكشن هنا يعني سيء جدا للغايه. هتاخد بالك ان البوردر دي متقاطعه مع البوردر دي، في اوفرلاب حصل، لكن مفيش ناحيات بتبقى كده في الواقع، او مفيش مثلا كورنر بيبقى كده في الواقع. طب انا ازاي هقدر ان انا اعالجها؟ احنا كل اللي احنا هنعمله، احنا ممكن نعمل سيلكت على كل الكيرتن وول اللي موجوده عندي دي. ابتدي بس اتحكم في العدد ده شويه، خلي ده 2، ممكن نخلي دول 3، انا خليها 3 عندي بالشكل ده، خليها 2 ماشي. طب عندي بالمنظر ده بس. لما تبتدي تبص كده، تيجي تعمل سيلكت على دي، هتلاقي ان ده التقاطع ده مع ده، والوضع سيء جدا. طب انا عايز ابتدي ان انا اعالجها. هعالجها ازاي؟ اول حاجه هعمل سيلكت على الموليون، واعمل رايت كليك عليها، واقول له من هنا سيلكت موليون اون جريد لاين. سيلكت موليون ايه؟ اون جريد لاين.
لو انا قلت له من هنا سيلكت موليون اون جريد لاين عندي بالشكل ده، هلاحظ ان هنا كلهم معمول لهم بن، والاحظ هنا ان التايب بروبرتيز بتاعتي مش مفتوحه عندي. ليه؟ لانهم معمول لهم بن. انا لو جيت رحت جاي قايل له ام بن يو بي، وراح جاي هو هيفتح لي ايه التايب بروبرتيز. لو انا جيت هنا واخترت من هنا ال ال كورنر مثلا، وقلت له من هنا اختار لي ال كورنر، وقلت له من هنا ديليت اليمنت ليها، هلاقي ان هو خلال الكورنر عندي بالشكل ده. انا عايزك تاخد بالك معايا من حاجه تاني. انا لما اعمل كده اعمل سيلكت واقول له من هنا سيلكت موليون اون جريد لاين، واروح جاي اقول له من هنا مثلا اختار لي ال ال كورنر عندي، لاحظ في هنا بيقول لي ان في اوفرلاب حصل في الموليونز، وبيقول لي ان الجار بتاعك ده في ان انت دخلت في منطقه الجار بتاعك، وبالتالي هو عايز يمسح الاليمنت التاني البوردر التانية اللي موجودة بالظبط. ما هو ده اللي انا عايزه، انا عايزه يشيل البوردر اللي موجودة دي اصلا، ويبتدي يتعامل على انه ايه ال موليون بس. فانا الرسالة دي لو ما ظهرت ليش يبقى انا شغال غلط، يبقى فيها علاقة حصلت غلط في الكونكشن بتاعي. فانا هقوله من هنا ديليت اليمنت، هلاقي ان المنظر بقى عندي بالشكل ده. لو فتحت البلان وابتديت ان انا ابص على البلان عندي، وابتديت ان انا ابص كده، هلاقي فعلا ان الشيب بقى الطف واحسن بكتير. لو جيت هنا تاني على الشيب ده وابتديت ان انا اتحرك كده، عملت سيلكت هنا سيلكت موليوم اون جريد لاين، ورحت جاي عامل سيلكت عندي بالشكل ده، هقول له من هنا ام بن، واختار من هنا مثلا الترابيزويد اللي هو الشكل الشبه منحرف. المسج طلعت تاني، هقول له من هنا ديليت اليمنت، هلاقي ان العلاقه بقت عندي بالشكل اللي انت شايفه ده. لو فتحت ليفل 1 وابتديت ان انا ابص، هلاقي ان المنظر بقى قدامي بالشكل اللي انت شايفه ده. اذا انا اقدر ان انا اظبط الكونكشن؟ اه طبعا اقدر ان انا اظبطه. الفكره سهله جدا وبسيطه، بعمل سيلكت على المولين، بقول له سيلكت مولين اون جريد لاين، او حتى لو عملت سيلكت بالكنترول مفيش فيها اي مشكله، افتح البن بتاعك قول له ان بن، واختار الشكل اللي انت عايز تقفل بيه الشيب ده. طيب ايه تاني نقدر ان احنا نعمله في الكيرتن وول؟ انا ممكن اجي اخلي دي من هنا شيد كده عشان ابتدي ان انا اشوفها. عايزك تبتدي تاخد بالك معايا من شويه حاجات. شايف هنا هتلاحظ ان الفيرتيكال موليون عندك مخترقه البوردر، مخترقه الفريم بتاعك الاوت لاين اللي بره، وده ما ينفعش. المفروض ان هي هتركب جواه اصلا او هتركب فيه، ما ينفعش ان هي تكون متقاطعه معاه، لازم يكون عندي حل للمشكله دي. كل اللي احنا هنعمله هنعمل سيلكت دلوقتي على الاليمنت ده، افتح الايديت تايب، هتلاقي في عندك هنا حاجه اسمها جوين كونديشن. اسمها ايه؟ جوين كونديشن، اسمها جوين كونديشن. طيب انا ما عنديش مشكله في الجوين كونديشن دي، لكن انا لو جيت دلوقتي رحت جاي عامل سيلكت على الاليمنت اللي انت شايفه قدامك ده، هتلاحظ هنا في علامه طلعت شبه الزد كده اللي هي الزد بتاعك او البلاس بتاعك، مجرد اسمها موليون جوين. لو انا قلت له من هنا موليون جوين عندي بالشكل ده، هلاحظ ان هو ابتدى يعالج لي الاجزاء اللي كانت موجوده عندي دي. لو انا جيت من هنا قلت له موليون جوين، هلاحظ ان هو ابتدى يعالج لي الاجزاء دي. لكن نفترض بقى ان انا عندي الحائط نفسه كبير، هبتدي اعمل ايه؟ لازم افكر بطريقه مختلفه. هعمل سيلكت على الاليمنت، هقول له من هنا ايديت تايب، وهقول له من هنا الجوين كونديشن بتاعي هورزونتال جريد كونتينوس. انا مش عايز كده، انا عايز مثلا البوردر اند فيرتيكال جريد كونتينوس، او اند هورزونتال جريد هي اللي تبقى كونتينوس. بمعنى ايه؟ ان هي اللي تبقى مستمره معايا. هتلاحظ ان هي فعلا هي المستمره، الفيرتيكال هي اللي مستمره، الهورزونتال هي اللي ايه متجزئه عندي وراكبه على الايه على الفيرتيكال. لما تيجي تبص هنا برضو هتلاحظ ان العلاقه هنا اتحسنت جدا، وهتلاقي ان الفيرتيكال هو اللي مكمل. دي حاجه مهمه جدا ان انت تكون عارفها، وتبقى عارف الجوين كونديشن وازاي تقدر تعالج الجزئيه دي. في عندك هنا تاني حاجه اسمها كيرتن بانل، هو بيقول لي ان النوع اللي انا شغال عليه ده اسمه جليز. طيب انا ما عنديش مشكله، الكيرتن بانل اهي بيقول لي ان ده سيستم بانل، والنوع ده اسمه ايه جليز. وبيقول لي ان في هنا خاصيه اسمها اوتوماتيكلي. طبعا دي كل دي خصائص في كيرتن وول اكيد هنتعرف عليها، بس استنونا في الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.